هذا وعد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى أرض الوطن قادما من مدينة شرم الشيخ المصرية بعد زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أجرى خلالها مباحثات تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، حيث كان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وكان جلالة الملك المفدى قد غادر مدينة شرم الشيخ في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مودعي جلالته اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسعادة الشيخ راشد بن عبد الرحمن الخليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية الشقيقة وأيضا كبار المسؤولين بالمحافظة. وقد أجرى جلالته اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب جلالته خلاله عن بالغ شكره وتقديره لفخامة الرئيس على كرم الضيافة وحسن الاستقبال التي قوبل بها جلالته وأعضاء الوفد المرافق لجلالته، مؤكدا أن هذه الزيارة ستعزز من فرص التعاون الثنائي المشترك بين البلدين لتحقيق كل تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين ولمزيد من التكامل والتنسيق المشترك لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، معبرا جلالته عن خالص تمنياته لجمهورية مصر العربية ولشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل قيادة فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي.